السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هناخد درس جديد بيتكلم عن الحياة الاجتماعية في مصر القديمة. طيب دلوقتي انا عايزة اتكلم عن مظاهر الحياة الاجتماعية. طبعا احنا عارفين الحياة الاجتماعية يا اولاد، عارفين ان الاسرة هي النواة الاولى للمجتمع المصري. يبقى الاسرة هي النواة الاولى للمجتمع المصري. الإنسان المصري القديم بعد أن استقر أو بعد أن نزل من الهضبة إلى الوادي واستقر في الوادي، طبعا عرف حياة الاستقرار، وبعد معرفته الزراعة وبدأ يكون الأسرة. يبقى الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع المصري. طيب احنا عايزين نعرف الأسرة المصرية تميزت بإيه؟ تميزت الأسرة المصرية بالترابط. يبقى الأسرة ميزة، الأسرة المصرية تميزت بواحد الترابط، اثنين التعاون، ثلاثة الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة، ثلاثة وأربعة كمان حرص الوالدان اللي هو الأب والأم أو الزوج والزوجة على تربية أبنائهم وتعليمهم الأداب والسلوكيات الحميدة. يبقى ما يقول لي تميز المجتمع المصري بي، أقول له بي واحد الترابط، اثنين التعاون، أربعة الاحترام المتبادل ما بين الزوج والزوجة، وكمان حرص الوالدان على تربية أبنائهم وتعليمهم الآداب والسلوكيات الحميدة. دي بالنسبة لإيه يا أولاد؟ للأسرة. يبقى تاني، الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع المصري. تميزت الأسرة المصرية أو تميز المجتمع المصري واحد بالترابط، اثنين بالتعاون، ثلاثة بالاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة، أربعة حرص الوالدان أو الزوج والزوجة على تربية أبنائهم وتعليمهم الآداب والسلوكيات الحميدة. ده بالنسبة لإيه يا أولاد؟ دي بالنسبة للأسرة. طب تعالى نتعرف على سكن المصري القديم، كان ساكن في إيه؟ المصري القديم مسكنه، إحنا عارفين إن المصري القديم بنى مسكنه من الطوب إيه يا أولاد؟ اللبن. يبقى المصري القديم بنى مسكنه من الطوب اللبن اللي هو إيه؟ طمي النيل. المسكن بتاعه ده يا أولاد كان بيتميز بالبساطة. يبقى المصري القديم بنى مسكنه من الطوب اللبن اللي هو طمي النيل ويتميز بالبساطة. طيب بقولي بما تفسر اختلاف شكل المسكن في مصر القديمة. طبعا شكل المسكن كان بيختلف في مصر القديمة ليه؟ بسبب اختلاف طبقات المجتمع. طبعا كان في عدة طبقات للمجتمع، في طبقة عليا وطبقة متوسطة وطبقة دنيا، فبيختلف شكل المسكن حسب شكل الايه اولاد؟ طبقة المجتمع. تمام كده؟ ده بالنسبة للمسكن. يبقى ما يقول المصري القديم، يقول لي أكمل، بنى المصري القديم مسكنه من، أقول من الطوب اللبن. تميز مسكن المصري القديم بالبساطة. تمام كده؟ طيب يقول لي بما تفسر اختلاف شكل المسكن في مصر القديمة، أقول له بسبب اختلاف طبقات المجتمع. طيب كمان من مظاهر الحياة الاجتماعية كان عندي يا أولاد الأعياد والمناسبات. المصري القديم أو المصريون القدماء احتفلوا بالأعياد زي إيه؟ زي كان عندي أعياد التتويج وأعياد الفيضان والحصاد. تتويج يعني إيه؟ يعني تتويج الملك جلوسه على العرش، وكمان أعياد الفيضان اللي كان بيفيض فيها نهر النيل، وأعياد الحصاد اللي هي اللي كان بنحصد فيها المحاصيل الزراعية. يبقى المصري القديم احتفلوا بالأعياد زي أعياد التتويج وأعياد الفيضان والحصاد. تمام كده؟ يقول لي السؤال يجيلي بصيغة تانية، أكمل، من أهم الأعياد في عند المصريين القدماء، أقول له أعياد التتويج وأعياد الفيضان والإيه والحصاد. طيب بيقول لي يحرص السياح على زيارة بلاد النوبة بأسوان سنويا. السياح دايما بيحرصوا إن هم يروحوا يزوروا بلاد النوبة سنويا. ليه؟ عشان يحتفلوا مع مصر بإيه؟ بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يوم إيه؟ يوم ميلاده ويوم جلوسه على العرش. كل سنة مصر بتحتفل بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني يوم ميلاده ويوم جلوسه على العرش. يبقى في الوقت ده كل سنة يوم ميلاد رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش بتتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. طيب بقولك ليه وسائل الإعلام بتحرص على نقل هذا الحدث؟ لأن ذلك يدل على براعة المصريين في علوم الفلك والهندسة فين؟ في مصر القديمة. تمام كده يا أولاد؟ يبقى تاني، الأعياد والمناسبات، المصريين القدماء كانوا يحتفلون بالأعياد مثل أعياد التتويج وأعياد الفيضان والحصاد. طيب بقولك ليه بما تفسر يحرص السياح على زيارة النوبة سنويا؟
بأسوان هنقول الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يوم ميلاده ويوم جلوسه على ايه؟ على العرش. طيب السؤال هيقول لي طب ليه احنا اصلا ليه تحرص مصر ووسائل الاعلام على نقل هذا الحدث ليدل ذلك على براعة المصريين في علوم الفلك والهندسة في مصر الايه؟ القديمة. طيب من مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر القديمة كمان يا اولاد هم اهتموا بالملبس والزينة والرياضة. المصري القديم اهتم بالزينة ولبسوا الحلي اللي هو الذهب بانواعه، يبقى المصريين القدماء اهتموا بالايه؟ بالزينه ولبس الحلي بانواعه، كما اهتموا بالتسليه، اهتموا بالايه يا اولاد؟ بالتسليه ازاي؟ من خلال ممارسه الرياضه. تمام كده؟ يبقى المصريين القدماء ظاهر الحياه الاجتماعيه في مصر القديمه، اول حاجه الاسره اللي هي النواهي الاولى للمجتمع المصري، تميزت الاسره المصريه بالترابط والتعاون والاحترام المتبادل ما بين الزوج والزوجة وحرص الوالدان على تربية الأولاد وتعليمهم الأداب والسلوكيات. تاني حاجة المسكن، مسكن المصري القديم، كان المصري القديم يبني مسكنه من الطوب اللبن، تمام كده، اللي هو كان طمي النيل، كان هذا المسكن يتميز بالإيه؟ بالبساطة. كمان شكل المسكن اختلف قديما بسبب اختلاف طبقات الإيه؟ المجتمع. تمام كده يا أولاد؟ طيب كمان المصري القديم اهتم بالأعياد والمناسبات، زي المصري القديم اهتم بالأعياد زي أعياد التتويج وأعياد الفيضان والحصاد. طيب احنا بنقول لك ان وسائل الإعلام او السياح بيحرصوا على زيارة بلاد النوبة بأسوان سنويا، ليه؟ ليحتفلوا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يوم ميلاده ويوم جلوسه على العرش. طب ليه مصر او وسائل الإعلام بتحرص على نقل هذا الحدث؟ هنقول لأن ذلك يدل على تفوق أو براعة المصريين في علوم الفلك والهندسة. كمان المصري القديم حرص على أو اهتم بالملبس والزينة والرياضة، اهتم المصريين بالزينة ولبس الحلي، وإحنا هنشاهد ذلك من على بالصور اللي تركها لنا أجدادنا القدماء، بنلاقيهم إن هم بيحرصوا على الزينة وعلى لبس الحلي اللي هي المجوهرات يا ولاد، كما اهتموا بالتسلية وممارسة الألعاب الألعاب الرياضية. طيب ده بالنسبة لمظاهر الحياة الاجتماعية. طب تعالى عايزين نتعرف على دور المرأة في مصر القديمة. هل المرأة في مصر القديمة كان لها دور؟ فعلا المرأة القديمة، المرأة في مصر القديمة كان لها دور قوي جدا. المجتمع المصري القديم اهتم بالمرأة كأم وكملكة، وعندنا نماذج يا أولاد لهذا، حيث وضع أول قانون في العالم ينظم علاقة المرأة بأسرتها ومجتمعها. يبقى المجتمع المصري أول قانون في العالم وضع لينظم علاقة المرأة بأسرتها ومجتمعها. كمان أتاح المجتمع فرص عمل للمرأة في مختلف المجالات، فالمرأة المصرية القديمة عملت بالزراعة وعملت بالكتابة وعملت بالطب وعملت بالقضاء. يبقى المجتمع المصري أتاح للمرأة فرص عمل، فدليل على ذلك أن المرأة المصرية عملت بالزراعة والكتابة والطب والقضاء. كما تعاونت المرأة مع زوجها في معظم الأعمال، حيث كانت تقوم بأعمال الغزل والنسيج وغزل الكتاب. طيب عايزين نعرف أو نتعرف على دور الأدوار العظيمة للمرأة في التاريخ المصري القديم. طبعا لا يمكن أن ننسى دور الملكة أو الأم إياح حطب، أم أحمس وزوجة سكنن رع. تمام كده؟ طيب يقول لي بما تفسر أهمية دور المرأة والزوجة والأم إياح حطب أم أحمس في الحرب ضد الهكسوس. هذه الأم اللي هي إياح حطب زوجة الملك سكنن رع. سكنن رع ده زوجته اللي هي إياح حطب دعمته في الحروب ضد الهكسوس، فقتل هذا الملك. بعد وفاته تولى من بعده ابنه كاموس، توفى هذا الولد اللي هو ابن إياحطب، فلم تتكاسل هذه المرأة عن تشجيع ابنها الثاني اللي هو أحمس، وشجعته ووقفت ودعمته لأن استطاع هذا الملك اللي هو أحمس الانتصار على مين؟ على الهكسوس. يبقى المرأة المصرية كان لها دور عظيم في الحرب ضد مين يا أولاد؟ الهكسوس اللي هي مين؟ الأم إياح حطب زوجة الملك سكنن رع.
كمان عندي دور لأهمية المرأة كملكة، اللي هي الملكة مين يا أولاد؟ حتشبسوت. الملكة حتشبسوت يا أولاد تولت الحكم في عصر الدولة الحديثة، فتميز عهدها بالاستقرار والتقدم في مختلف المجالات، وكمان تركت آثار عظيمة تدل على براعة المصريين في إدارة إيه؟ أو تدل على براعتها في إدارة الإيه؟ البلاد. تبقى تانية أولاد دور المرأة في مصر القديمة. في مصر القديمة اهتم المجتمع المصري القديم بالمرأة كأم وكملكة، حيث وضع أول قانون في العالم ينظم علاقة المرأة بإيه؟ بأسرتها ومجتمعها. طيب، أتاح المجتمع للمرأة فرص العمل في مختلف المجالات، فالمرأة في مصر القديمة عملت بالزراعة وعملت بالكتابة وعملت بالطب وعملت بالقضاء، كما تعاونت المرأة مع زوجها في معظم الأعمال وتربية إيه؟ أبنائها. فقامت المرأة أيضا بأعمال الغزل والنسيج وغزل الكتان. عندنا أمثلة لدور المرأة العظيمة في التاريخ، الملكة إياح حتب أم الملك أحمس، التي دعمت زوجها في التضحية بأرواحهم والدفاع عن بلدهم، وكمان شجعت أولادها على الانتصار على مين؟ على الهكسوس. كان عندي برضو دور للملكة العظيمة اللي هي الملكة حتشبسوت التي تولت حكم مصر في عصر الدولة الحديثة، تميز عهدها بالاستقرار والتقدم في مختلف المجالات، وكمان تركت آثار عظيمة تدل على براعتها في إدارة إيه؟ في إدارة البلاد. تمام كده؟ بكده بيكون الحياة الاجتماعية انتهت. طب تعالوا نحل مع بعض بعض الأسئلة على الدرس. بولي السؤال الأول أكمل العبارات الآتية: تميز المجتمع المصري قديما بإيه يا أولاد؟ بالتعاون والترابط وإيه كمان؟ والاحترام المتبادل يا أولاد ما بين مين يا أولاد؟ ما بين الزوج والزوجة. يبقى المجتمع المصري القديم تميز بالتعاون والترابط والاحترام المتبادل ما بين الزوج والزوجة. طيب السؤال الثاني بيقول لي: بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن، تميز هذا المسكن بالإيه؟ بالبساطة. طيب بيقول لي ثلاثة: كان المصريون القدماء يحتفلون بالأعياد زي أعياد التتويج وأعياد الإيه؟ الحصاد والإيه؟ والفيضان. تمام كده يا أولاد؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لي: تتعامد الشمس على وجه رمسيس في يوم، في يوم ميلاده عيد ميلاده ويوم جلوسه على الايه؟ على العرش. طيب خمسه بيقولي: من اشهر ملكات مصر ولهن اعمال عظيمه، الملكه اياح حتب والملكه حتشبسوت. السؤال اللي بعد كده بيقول: السؤال الثاني بما تفسر كان للملكه اياح حتب دور عظيم في تحرير البلاد. هقول له انها دعمت زوجها في الكفاح ضد الهكسوس، وشجعت اولادها على مواصله هذا الكفاح والانتصار عليهم والتضحية بأرواحهم ضد إيه؟ ضد وطنهم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: حرص آلاف السياح على زيارة أسوان سنوياً، ليه السياح دايماً بيحرصوا على زيارة أسوان سنوياً؟ لاحتفال مع المصريين في هذا اليوم بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يوم ميلاده ويوم جلوسه على العرش. بقول لي بعد كده بما تفسر اختلاف شكل المجتمع على شكل المسكن عند المصريين القدماء. هقول له اختلاف شكل المسكن عند المصريين القدماء بسبب اختلاف طبقات الايه؟ طبقات المجتمع. باختلاف المسكن بسبب اختلاف طبقات المجتمع. بيقول لي بالسؤال اللي بعد كده: اهمية دور الملكة حتشبسوت بما تفسر اهمية دور الملكة حتشبسوت. طبعا احنا عارفين الملكة حتشبسوت تولت حكم مصر في عصر الدولة الحديثة، فكان عصرها عصر استقرار. تمام يا أولاد؟ تميز عصرها بالاستقرار، كما تميز بالتقدم في مختلف المجالات، وكمان تركت لنا آثارا عظيمة تدل على إيه؟ براعتها في إدارة شؤون البلاد. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بما تفسر تحرص وسائل الإعلام على نقل هذا الحدث، ليه وسائل الإعلام بتحرص على نقل هذا الحدث اللي هو تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرة يوم عيد ميلاده ويوم جلوسه على العرش، ليدل ذلك على تقدم وبراعة مصر القديم في علوم الفلك والهندسة. تمام كده يا أولاد؟ بكده بيكون درسنا انتهى اللي هي الحياة الاجتماعية. بشكركم وإلى اللقاء.